كيفك يا حب؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيفك خالي؟ كيفك عمو؟ الحمد لله. من الله مناح، من عبيده لا. وأنا أخورم. أهلين حبيبي. هذا فؤاد. أهلين يا أبي. السيارة طرقتك؟ موتور. شو أعمى؟ بالعكس، مفتح كتير. وهو قصداً طرقني. شو؟ الشاب اللي تقتلت أنت وياه قدام السوبر ماركت. عم تحكي جد؟ ايه بس كمان شو سلموه للشرطة؟ ما بيكفيكم شو؟ كان لازم. يا بابا الحمد لله اللي اجت هيك وبس. الحمد لله. بس والله كأنه سيارة طرقتك. لا لا. رجلي مشهورة شوي وإيدي كمان. وكتفك؟ ردة خفيفة، ما سمعت شو قال الدكتور. يخرب بيته شو مجرم. ايه والله يا ابني مجرم. عمو أنا آسف إنه عم نتعرف بهيك ظرف. نصيبة يا ابني ومكتوب عليها هالشي. عمو أنا بيشرفني إنه أطلب إيد بنتك ريحان وحدد الوقت المناسب وبجي أنا والبابا والماما وبنتشرف بزيارتكم. مو لتقوم بالسلامة يا ابني.